اهلين وسهلين يا اهلين وسهلين ابو عثمان. اهلين يا باشا. تفضل تفضل. ان شاء الله بعت ورانا لخير يا باشا. كله خير كله خير. ولا نسيان انه نحن صرنا نسايب. هذا شرف كبير لنا يا باشا. ولا ما بيحق لنا نعزمكم على غدا بدياركم ومطارحكم؟ بالعكس بنتشرف يا باشا. انا اللي بيحصل لي الشرف. يعلم الله انك عرفت تربي يا ابو عثمان. كلك ذوق يا باشا. هلا منتغدى ومندردش شوي انا وياك وام عثمان. تفضل تفضل يا اهلا وسهلا. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الله يجعلك بخير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندك بمطرحك. يلا يا بنت. حاضر يا باشا. خف ايدك يا بحيري. تأكد بيكون الغدا جاهز يا باشا. اهلا وسهلا ومرحبا. يا عمري انت يا تمر حنة، ومن يومها لليوم ونار وشعل بقلبي، والبيت اصلا من غيرك مثل الموات ساكت، واخواتك ليل ونهار ما في على لسانهم الا تمر حنة وتمر حنة. طولي بالك يا مو، طولي بالك. يعني لابد يجي هاليوم واتجوز وابعد عنكم، هي سنة الحياة. ايامه مزبوط معك حق، بس كان بيت خالتك قدامنا بالحارة، يعني بنقدر بأي وقت نشوفك وتشوفينا ونطمن عليك وتطمني علينا. ما كان في غير هالحل يا مو لحتى نقدر ننفذ عثمان من حبل المشنقة. تعرفي يا مو، أنا خايفة يصل الخبر لأخوك بالحبس يقوم يضوج ويعصب، لأنه مثل ما بتعرفي هو ابن خالتك كتير حبايب، ونكون بشغلة نصير بشغلة. لا يا مو، أخي عثمان طول ما هو بالحبس ما رح نجيب له سيرة لحتى يطلع من الحبس لكل حادث حديث. يعني أنت يا مو مانك زعلانة أو ندمانة على ابن خالتك شبلي؟ يا مو هلأ اللي صار صار، لولا عملنا هيك كان طار عثمان من بين إيدينا. بس اطمني يا مو، أنا هلأ على ذمة رجال والباشا شارينا، وأنت ربيتيني على الوفا والصدق. يا ريت رب العالمين رازقني شي 10 بنات من صفاتك. للضرورة أحكام يا مو. عليم الله لو كان بإيدي حل تاني فلبدل شبلي بكنوز الدنيا كلها، بس هذا اللي صار يا مو، شو بدنا نسوي؟ لا تواخذوني على مقاطعتكم يا خانو. خير يا مرعية؟ جناب الباشا بيقول لجنابكم انه الغدا جاهز، تفضلوا. روحي انتي هلا منلحقك. طيب. يا مو، مين هي اللي كانت عم تناديلك يا خانو؟ هي الخادمة يا مو. هي تقبري قلبي يا تمر حنة، الله يرضى عليكي. اي والله والله بيلبق لك تتخنمي وتستتي على كل بنات جيلك. يلا يا مو ما جعتي، قومي ناكل. بلا تقبريني، شو طابخين اليوم؟ خروف مكتف. يا خروف مكتف؟ لك امي مو كتير، شو عازمين اهل الايمارية كلياتهم؟ تفضلي يا مو. وحسيت انه تمر حنة مشتاقة لأمه وابوها. امنا بعتنا لكم خبر، قلت منه بتشوفكم منتغدى سوا، ومنه بتشوفوه شلون عايش مستتة مكرمة على 24 ايراد. هون كل فلاحين الضيعة قايمين على خدمتها. الله يجبر بخاطرك يا باشا. ويعلي شانك يا حق. ولا شلون يا ست النساء؟ كلك ذوق ومفهومية يا باشا. والله يا باشا تنزيل محكومية عثمان ما رح ننسى لك ياها طول العمر والدهر. هذا الواجب يا أبو عثمان. بحيري. بأمرك يا باشا. قبل ما أنسى روح وصلنا الفلاحين يحوشونا شوية فواكه وشوية خضران، ويجمعونا شوية بيض ويحطونا بصندوق السيارة. خلي يوصلون عبيد بطريقه لدار أبو عثمان. ما في داعي تعذبوا حالكم يا باشا. شو نعذب حالنا؟ الله يسامحك يا أبو عثمان. ولا تنسى حصص الخوانم بالشام يا بحيري. أمرك يا خانم. Thank you.
أخي إذا بيبيع بألفين وخمسمائة ورقة سورية أنا اشتريت. لك روح يلا 300 ليرة فوق الألفين وخمسمائة ليرة يعني بيضروك راح يضروك شي. 300 ورقة ما راح يضروني لك أبو الهوى. إيه شو مفكرني أنا قاعد على كنز؟ بـ300 ورقة بشتري أحلى دار مأندقة بطراف البلد. إيه بس حبيبي هي دكان بنص الإمارية يعني بتفوت ما فتحوا رزق. أخي ما اختلفنا على هالحكي. لا روحي يلي معه 2500 بلتقى معه 300 عجزت يعني. 300 إيه عليم الله معي أربع شركات بهالدكان ولا فكرني أنا حيلتي 2500 ورقة. ها هلا فهمت عليك تكذيب ولك روحي تاري مو بس لحالك إلك الدكان. لو كان معي 2500 ورقة كنت عملت شغلة فيه وبعت الفرن من زمان يا رجال. المهم هلا روحي. آخر كلام أخي إذا قال لك إيه ابقى بلغني خاطرك. مع السلامة. لك عم قول لحالي ليش هيك متكحتة تهجفني تاري معه شركات. لك يا ابو الهوى يا مقتول عرفت لك خبريه ما بتتقل بكنوز الدنيا. اوامك بوم اوام انت بوم دائما بتجيب اخبار السو. هات لشو عرفت لك وين صارت اراضي عثمان. لك شو هالحكي يعني وين بدها تكون اراضي لك روحي. لك مثل ما انا عم حكيك صار بسجن القلعه. لك شو هالحكي اللي عم تحكي لك حدا. لك ايه هلا كان زبون عندي من ببيله وهلا راح دقيقه عم بيقول انه قرايبه كان صحبه كثير هو وعثمان بسجن القلعه. معناتها لك ببو عيني فينا نزور صرنا. لك ايه شوف ابو الشكر وانت ما بتكون اعتمدوا وانا جاهز. خاطر اتكلنا على الله. ما حدا بيعرف منية البني آدم بأي يوم بأي ساعة بأي وقت. لذلك عم فكر أني أمن على تمر حني على حياة عيني حتى ما حدا يتحكم فيها لو حصل لي مكروه لا سمح الله. بعد عمر طويل يا باشا. عيد الشر عن قلبك يا باشا. وقلت الشي لازم يصير قدام أمها وأبوها ومن نزلتنا على الشام رح أطوب لك الضيعة بكل شي فيها ودار الشغور اللي حتسكنيها. كفي ولا زيد يا تمر حني. بكير على هالشي يا باشا. لا مو بكير. انت لازم تتأمني على حياة عيني لساتك صغيرة يا تمر حني. نحن شارينك إلك يا باشا وطول ما انت موجود انا مالي شي بوجودك. شو قلتي يا تمر حني؟ قلت يا باشا أنا ما بيعني لي شي بهالدنيا غير يرجع لنا أخي عثمان سالم وغانم. هذا كل شي بطلبه من ربي. اعتبري شغلة عثمان انتهينا منها. هذا الشي بيكفينا يا باشا. يا ريتني أحسن صدقك يا تمر حني. يا ريت. شو حاكي اليوم مع الخانم؟ قولي لأشوف. تنكسر ايدك يا رب. لك عم قلك شو حاكي بنهار؟ شو حاكي بنهار؟ جاوبيني لأشوف. لك إلك عين تحكي كمان؟ إلك عين تحكي؟ لك ما بكون بحيري من ظهر مرشد إذا مالي ما حيكي من وجه الأرض وبليلة ما فيها ضو قمر. الله يدعم منك يا عبد الحرام. لك إذا بتفتحي أي سيرة أو أي حديث مع الخانم رح أحسب الله ما خلاك. والباشا عاطيني تصريح بهالشي. قومي Thank you.
خدعني بس ما نعوذ بالله. بدك باشا يبهدلني؟ شو نسيت شو وصاني يعني؟ الله يعطيك العافية. تفضل تفضل. تسلم بدياتك عبيد افندي. وصينا خدمة. سلامة قلبك. الله يسلم الباشا. الله يسلم قلبك. السلام عليكم. تفضل تفضل فوتي فوتي. جناب باشا بعتهم معي من الضيعة. ليش جناب الباشا بالضيعة؟ اي نعم. مو على اساس التركية هو والخانم الجديدة؟ اليوم بالنهار رجعوا من تركيا وحبوا يقضوا كم يوم مع بعضهم بالضيعة. بتوصيني شيء؟ بدي سلامتك. للحق اوصل بقية الاغراض لبقية الخوانم. مع السلامة. الله يسلمك يا رب. عرفتي اخر مستجدات؟ خير ان شاء الله فيروز خانم. العرسين ظهروا اخيرا. نحن مش نفهم عليكم افندي ما فيروز. دير العرسين رجعوا من اسطنبول ويحن هلا بالضيعه. معقول هذا كلام افندي ما؟ معقول ونص. وهيدي الخبريه طازه يا نوزات. كيف فيروز خانم؟ هلا حكيتني بديعه على التليفون وخبرتني انه بعت للباشا فويكي وخضره واغراض من الضيعه. مين؟ انا السواق عبيد هذا فوزيه. افتحي. مساء الخير دادة فوزية. اهلا يا عبيد، يسعد مساك. سناولي سناولي. ما شاء الله، ايه الخير ده كله؟ جناب الباشا بعتهم معي من الضيعة. تسلم ايديك يا عبيد. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. مع الف سلامة. الو افندي ما بديعة. حياة الله عيوني نوزات. ما هذه اخبار سمعناها افندي ما؟ اخبار شنو يبا؟ سمعنا انه باشا عاد من تركيا وراح على الضيعة يقضي بعد ايام. والله انا ما ادري، لكن هذا اللي قاله السواق عبيد. برأي حضرتكم ليش ما رجع من تركيا فورا على الشام؟ يوبا ما يهم، ما يهم شان عاد للشام ولا عاد للضيعة، المهم نعرف شنو اخبار هذه الجديدة. صار في عندها حمل ولا لا؟ مش نعرف لسه من هذه حاجات افندي ما بديع. انا اللي حب اعرف الحين، كانت هذه الجديدة حامل ولا لا؟ تمر حنة ما بتكذب ولو على قطع رقبتها. ابنتي وبعرفها. يو هي بذاتها، هي بذاتها قالت لك الكلام يا عم عثمان؟ يو هي بذاتها، لكن خيالها. أنا لما جبت لها سيرة ابن خالتها شبلي، يعني هي مثل اللي صدتني عن ذكر هالسيرة وأكدت لي إنها على عصمة رجال تاني وما بيصير تفكر بحدا غيره. إيه. الله يستر عليها دنيا وآخرة ويبعث لها ذرية تريحها مثل ما عم تريحنا البنت. بس بيني وبينك يا رجال، أنا لما سمعت منها هالكلام فرحت من جوات قلبي، لأنه كنت مفتكرة أنها رح تقضي عمرها على نشوة وبكى ودموع مع الباشا. تمر حنة عاقلة وتفهم، والباشا شايفة ما له مصدق، هي هي بدها تقضي عمرها معه، فلا شو البكى والزعل والنشوة؟ هذا قدرها يا عثمان، قدرها. يعني قلتك يا رجال نسيت ابن خالتها شبلي بنوب بنوب بنوب؟ أنا ما عم بقول نسيت ولا يمكن تنساه لشبلي بسرعة، بس يعني البنت المقصلة والمرباية لا يمكن تفكر برجال تاني، هو على عصمة رجال. هيك قلتك؟ إيه. وتمر حنة مرباية ومقصلة يا بنت الحلال. بس بتعرف يا رجال، بيني وبينك أنا هكلاني هم طلع شبلي من الحبس، خيرات الله. شو رح نقله وكيف رح نواجهه هلأ؟ يا ستي لوقت فرج ورحمة، بعدين ما بيصير غير اللي كاتب رب العالمين. ونعم بالله. بس بيني وبينك يا عثمان، لما رفضت الباشا يطوب لها شي من أملاكه وصل راسي للسماء. معلوم بنتي، أنا عينة شبعاني، إلهي ربي يملي عينا بالحق
والإيمان والخلفة الصالحة بجاه كل مين إله جاه عند رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. تفرج تفرج الله يرضى عليك. ناولني هالمي من جنبك. ما تأكل يا عم شري. فوت لك شرف شباب. لإمتى هالدباجة معكم يعني لإمتى؟ طلعوا فوت يا وسين وجيم، احكموني وخلصوني بقى، احكموني وخلصوني. لك شو مفكر الشغلة بإيدي أنا؟ لكن بإيد مين؟ بإيد مين لكان؟ بإيد رب العالمين عمي. لا إله إلا الله على هالواح. والله رح أطوق مراتي، رح أتفقع روحي من هالقعدة. ولا حد عم يسأل عني متت ولا عشت. لا صهر يا بصماء ولا أمي ولا تمر حني. اك شو باعوني ونسيوني؟ مرحبا عمي ابو سكر. اهلين حمود يا شرف. هاي نصري شاغل بالفول واخذ الكار على كيف كيفها. اهلين عمي نصري، انت ابن مين لك عمي؟ المرحوم ابو نصري الحلواني. ابو نصري الحلواني، ايه ايه ايه، الله يرحم تراب ابوك. لك مو ابوك يتوفى بالبابو؟ ايه نعم. وشو كنت تشتغل عمي؟ اشتغل بالارض مع اخوالي بالميدان. بري عليك، وشلون همتك تشتغل عندي هون؟ لعيونك عمي ابو الشكر. ايه ومن امتى بتبلش بالشغل؟ من الساعه زمان. شو هالحكي؟ نصري بيعجبك عمي ابو سكر. على راسي، فوت لكان خسر لي ايديك وبشر لي التومات. فوت عمي فوت. توصل يا شي عم. اهلين عمي حموده. السلام عليكم. مع السلامه. الله معك. هون هون لك ابني، خسر ايديك وهي التومات هون. اللهم الله يرضى عليك. بس تسرعت شوي ببيع الدار والدكان يا ابو مسعود، تسرعت شوي. بالعكس يا ابو ماضي، انا عملت زينة العقل. هلا شب لي لما بيطلع من النظارة وبيعرف انه بنت خالته اتجوزت من الباشا، راح يجن جنونه ويحط الحق كله بظهري وظهر ابني. بس مو لهالدرجة يا ابو مسعود، مو لهالدرجة انت التاني. بعدين يعني شو دخلت انت وابنك بجوازة الباشا من المسورة بنت ابو عثمان؟ هي شغلة لحالها وهي شغلة لحالها. شب لي راح يحطها بظهرنا يا ابو ماضي، ويقول لحاله لولا علقته مع ابني ما دخل النظارة وتجوزت البنت بغيابه. ولما يعرف انه البنت طارت منه رح يستدمي، وبكرة منذكر بعضنا. يا ابو مسعود، شبلي لا رح يستدمي ولا رح يطوش. بعدين الحارة ليش سايبة ولا فلتانة؟ المكتوب مبين من عنوانه يا سيدنا. لما ابن خالته عثمان انحكم اعدام، هجم على ابني بوسط الدكان، ولولا ستر الله كان ذبحه ذبح النعاج. بقى شلون لما يعرف انه البنت طارت منه؟ اي والله لا يفقد عقله لا يجن. شو عم تحكي انت التاني؟ شبلي بريء من ضربة مسعد لغاية هالوقت. بريء ولساته حابسينه بالنظارة؟ اي نعم بريء، وان شاء الله بعد ايام راح يطلع. هذا الكلام للمساعد سرحان بذات شخصه. المهم هلا ما بقى في تراجع بشغلتك منوبيا ابو مسعود؟ تراجع شو يا مختار؟ انا بعت البيت والدكان وقبضت عربونهم، واشتريت بيت والدكان بالميدان. اوف اوف اوف، بهالعجله يا ابو مسعود؟ بدي ابعد عن الشر وغني له يا سيدنا. يا سيدي الله يتمم اللي فيه الخير. وامتى التسليم يا ابو مسعود؟ هاليومين يا سيدنا، بس لوضب الدكان والبيت وبنقل على طول. تفضل. لا تنسى شو وصيتك مشان بكرة الصبح. عمرك يا باشا لا توصي حريص. تفضل إلى دارك ومطرح.
شرفتي وانست ديارك ومطارحك يا خانم. شرفت وانست يا باشا. يزيدك شرف يا حميده. خدامتك حميده يا خانم. نزلي هالاغراض من السياره يا حميده. بامرك يا باشا. شرفي يا ست النساء. شو هذا يا باشا؟ انت قلت لي جايين على بيت ولا على قصر؟ حتى تليق بمقامك يا تمر حني. كتير هيك يا باشا كتير. لا مو كتير. انت مقامك عالي. الله يمد بعمري لحتى اقدم لك كل شي بحسن عليه. عمرك طويل يا باشا. تفضلي يا تمر حني. تفضلي لعرفك على البيت ركن ركن وزاوية زاوية وأوضة أوضة. خلينا نبدأ من فوق شرفي. أهلا وسهلا. أهلين عمي مهدي. تفضل تفضل. ما في وقت عمي أبو مسعود، في خبرية تازة ولازم أقول لك إياها. خير شو في؟ شبلي يا عمي أبو مسعود. شبه شبلي؟ عم بيقولوا إنه طالع براءة من النظارة بين يوم والتاني وحاطط الموت قدام عيونه. منين سمعت هالكلام؟ هالحكي سمعته من المخبر ذاته، فمن الأحسن إنك تنقل بأسرع وقت وبتهرب من القال والقلنا. طيب تفضل. ما في وقت، السلام عليكم. ماشي الحال. بدك شي نحن رايحين بنرجع مرة تانية بنطمن على تمر حنة. خاطري. يلا حاضر. وشبلي شو أخباره؟ شو عامل؟ رح يزورك عن قريب بس هو مشغول شوي. سلمولي كتير عليه وبلغوا سلامي لجناب الباشا وقولوا له ما رح أنسى له هالمعروف من طول عمري. طمن يا ابني رح نوصل له. وجناب الباشا وعدنا بأنه رح ينزل لك محكوميتك لسنة ونص سنة إن شاء الله. المهم نفذني من حبل المشنقة. سنة تنتين ثلاثة بقضيهم على رجل واحدة مو فارقة معي. الحمد لله الحمد لله تقبلت. وسلمى شو أخبارها؟ بتسلم عليك وإن شاء الله أول ما بتطلع من السجن رح نخطب لك إياها مو هيك؟ إن شاء الله يا رب. دخيل اسمه الرب إن شاء الله. يلا أنت وياه يلا خلص السيارة يلا. يلا خلص السيارة يلا خلص السيارة. رح نضل نزورك. تفضل يا مسمان. تفضل يا بي.
أني حرمة بترفض الأملاك اللي قدمت لها لتتطوب باسمها. لازم تكون عم ترسم على شيء تاني من تحت لتحت يا ناظمي. فتح عيونك وعطي بالك إن كيدهم لعظيم. ألو مين؟ المساعد سرحان عم يحكي يا جناب الباشا. أهلين مساعد سرحان. مبارك ما عملته يا جناب الباشا، وإن شاء الله عقبال الخلف الصالح. الله يبارك فيك، عقبال عند أهليتك. أنا يا باشا ما بدي أقطع عليك جلسات الصفا، بس في شيء استجد مشان شبلي وقلت لازم بلغك إياه. خير، شو اللي استجد؟ تفضلي ابتكار، تفضلي فوتي. اخ بقص ايدي من الكتف اذا مو صايرت لها شي شغله فظيعه لحتى خلت تتجوز تمر حنه بهالسرعه. شو قصدك لك ابتكار؟ ما بعرف اكيد في شي شغله خلتها تنخطب وتتجوز بهالسرعه. امي ياما يظهر امي مو بالبيت. يا اما دب الطمع فيها فجاه قام صارت بدها تتجوز واحد مليان. قصدك طمعت بثروة الباشا؟ ما بعرف. يا أما كان حبه لشبلي كله تمثيل بتمثيل. ايه مستحيل هالكلام اللي عم تقولي. من طول عمرها بتريد شبلي، ولو بدها تتجوز واحد غني وعنده ثروة مثل ما عم تحكي كانت تجوزت من زمان. ما بتتذكري قديش تقدموا لها عرسان وأحسن من الباشا كمان؟ طيب ليش هيك عملت؟ ليش؟ الله أعلم يا ابتكار. ليش انقطعت عن رفقاتها وعني وعنك بالذات؟ هذا الشيء اللي مخولني لك ابتكار. لك الوحدة بتصير لرفقاتها مو لأهلها، وخصوصا قصص المحبة والجواز. والله مزبوط كلامك، مزبوط. لو ما في شغلة كبيرة ما كانت خبت عنا تمر حنة. أنا خايفة تكون مجبورة على هالجواز لك ابتكار. ايه لا حبيبتي، تمر حنة ما بتنجبر على شيء حتى لو طبقة السماء على الأرض، أنا بعرفها. والله شغلة بتحط العقل بالكف. لك على القليلة قلنا نحن رفقاتها وبيت سرها. أنا ما بصدق هالحكي. وأنا كمان، لكان هيك فجأة تمر حنة تتجوز بدون ما تقول لحدا؟ لا قوم حط لقمة أكل، أنا مدبوخة من الجوع. بس أنا ما رح أسكت، رح ضل حركش وراها لأعرف ليش تجوزت. شرف عمي بعثمان، شرف انزلوا. لا معلش، نحن ما نازلين. تركي الأولاد صغار لحالهم بالبيت. ما بصير، تواصل باشا إنكم تتغدوا هون، ولا بدك جناب الباشا يضوج علي؟ معلش يا أبي، تفضلوا. تفضل يا أبي، تفضل. كافي يا خانم، كافي. بلغي جناب الباشا إذا عاوز أي شيء أنا جاهز هون. إن شاء الله. تفضل يا بي، تفضل يا مو، تفضل وشرفوا. يا حميدة شرفتوا وآنستوا يا خانم. أهلا وسهلا، شرفتوا وآنستوا. الباشا موجود يا حميدة؟ مرق جناب المحامي وأخذ جناب الباشا، بس قال لي إنه ما رح يتأخر مشان يتغدى مع حضراتكم. طيب الغدا جاهز؟ ساعة زمان وبيكون كل شيء جاهز يا خانم. لكن اطلعي قولي للسواق عبيد خليه يروح يجيب الباشا ويقول له نحن بانتظاره على الغداء. ايه بأمرك يا خانم. تفضل يا بي، تفضل يا مو، تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. البيت بيتكم، تفضلوا شرفوا، تفضلوا تفضل يا بي. عن اذنكم انا لروح شوف حميدة شو عاملة غدا. اذنك معك يا بي. يا مو إذا بدكم مساعدة أنا بروح على المطبخ معكم بساعدكم. لا يا مرتاحي، أنت حميدة بتقوم بكل شيء اللي بدك إياه. شو تقومي وتعدي أنت تاني؟ ولا ما شفتي الدادة؟ لك شو علي يا أبو عثمان، شو علي؟ الحمل على الجماعة خفيف، بساعد الدادة بالمطبخ شو علي؟ شو حمل شو بطيخ مسمير؟
هون عند البشوات غير عند الناس اللي مثل حكايتنا. هون الباشا جايب الدادة خص نص لخدمة البيت وأهل البيت. إيشو كفرنا لا سمح الله يا رجال؟ منشان تعرفي شلون تحكي وشلون تتعاملي من هلا ورايح. أنت هلا نسيبة باشا كبير وبنت خانم وست الخوانم كمان. إي والله إلهي إلهي وأنت جاهي علي مقامك ويكبر شانك يا تمر حنة يا بنت قلبي. ولا ما شفتي الحارس اللي على باب القلعة لما عرف إنه نحن نسايب الباشا فز على حيله وضرب لنا تملي؟ إيه شفت، لكن ما شفت. إيه ها اتفرفدي يا مو، خد راحتك يا بي، أنا لبين بس ما ضب أغراضي. أنا بدي أتوضى وصلي صلاة العصر يا بي. تكرم عينك يا بي، البيت بيتك يا حميدة. نعم يا خانو. وضبي بريق الوضوء لعمك أبو عثمان. بأمرك يا خانو. ألف مبروك يا باشا، ألف مبروك. الله يبارك بعمرك ويطعمك مثل ما طعمني يا أستاذ عبد الرزاق. لا لا يا باشا الله يخليك، أنا الله كافيني بوحدة وزيادة علي. ليش كل النسوان مثل بعضهم يا أستاذ؟ قد ما وصفت لك بكون مقصر بحق الجديدة. شو أخذ حورية بالجنة ولا ملاك بالسماء؟ يا سيدي اسمع هالفعل يلي صدر عنها. هات لشوف يا باشا. حبيت طوب لهيك كم شغلي على حياة عيني. ايه رفضت. محقول رفضت؟ ايه نعم رفضت انه يتطوب لها اي شيء طالما انا موجود. يظهر يا باشا اهلا من عمين ومن اصحاب الاملاك والجاه والسلطان. منين يا حصرة منين؟ منتوفين وعلى الحديدة. اوف واكتر من هيك، قد ما وصفت لك بكون مقصر. هيك مرة كيف بدك تعاملها؟ الحقيقة يا باشا الله يهنيك بهيك صفات. لا وشرطتني هلأ وبعدين ما بتاخد مليم واحد زيادة عن ضرائرها كمان. عم حاكيك حاجة تحكي لي يا باشا الله يخليك، ولا بدك ياني تني؟ من تن دخل الجنة. قلتك يا باشا شو فيها الدنيا. على فكرة إذا ناوي تطوب له شيء بعلمة أو بدون علمة ترى بيصير يا باشا. ها أنا بالخدمة. شلون؟ أنت قل لي شو بدك تطوب له وتريك الباقي علي. بينحفز هذا الشيء بالطابة وما بيتوضح إلا بعد عمر طويل. بالمناسبة يا باشا قبل ما أنسى، فرن الأزاز والأرض صاروا باسمك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. على مؤاخذة يا باشا، الخانم بعتتني مشان أخذ جنابك، الضيوف في الدار والغدا جاهز. يا مو هلا ما في داعي يعرف. ليطلع من الحبس يخلق الله ما لا تعلمون. لك يا بنتي طالما بعدين بده يعرف ويعرف، ليش ما رضيتي نقله من هلا؟ يا مو ناقصه هم وغم، اللي فيه مكفيه. بعدين انت بتعرفي عثمان وشبلي قديش كانوا حبايب. ايه والله يا امي بعرف، لكن ما بعرف ابني انا اللي مربيته، ابن قلبي وبعرفه. والله عثمان اذا عرف اني اخذت الباشا بده يزعل على شبلي كثير، رح يزعل مني اكثر. لا يا ما، لما بده يعرف المسببات اللي خلتك تتجوزي الباشا اكيد رح تزيد محبتك بقلبه ورح يضرب لك تملي وسلام طول عمره. يا مو هلا نحن ما لنا مشكلة كيف أخي بده يعاملني ولا كيف بده يكافيني. نحن مشكلة هلا كيف نخلي عثمان يقضي أقل فترة ممكنة بالحبس. بعدين كل شيء ما له أهمية. يا رب. يا تقبل الله أبو عثمان. مني ومنكم صالح الأعمال. تفضلوا على الغداء. معلش أنا بفضل نستنى الباشا.
هناني بالمصبغة يا عبيد. أوامرك يا باشا. أهلين. أهلا وسهلا. ليلة ليلة؟ إيه نعم. الليلة يا أبو عثمان. منين جبت الكلام يا باشا؟ بغيابكم وأنتوا بالقلعة خبرني المساعد سرحان وبلغني هالحكي. أنا بشور عليكم تاخدوها صغار وتطلعوا على الضيعة كم يوم بعيدين عن الآل والإلنا. ليش لحتى يهربوا على الضيعة يا باشا؟ شو هن سارقين ولا ناهبين ولا قاتلين لا سمح الله؟ لما بده يطلع شبلي أكيد اللي حيروح لعند أمك وأبوك يسألون عن المسببات، وأبوك وأمك بغنى عن هالمواقف كلها. مشان هيك أنا بشوف أنكم تطلعوا على الضيعة تقضوا لكم كام يوم بعيدين عن الأهل والألنا، ونحن رح نزيع منشيع بين الناس أنكم سافرتوا معنا أنا وتمر حني على بيروت نقضينا كم أسبوع. مشورة الباشا مطرحة يا بنتي، هيك أريحنا من الأهل والألنا. مزبوط يا بنتي، شو عليه؟ منروح منقضينا كم يوم بالضيعة وأحسن من هالعي كله. بس شبلي ماله من أهل المشاكل والعي وال... نحن ما عم نقول إنه شبلي من أهل النق والعي، بس هذا الكلام أريح لأمك وأبوك. خلص اللي بتشوفه. ألو نعم؟ بتروح بتجيب اخوات الخانم عدنان وعايدة لعنا على الدار على الحارك يا عبيد. علم علم يا باشا. ما بدي حواصان. ها برهد زمان بكون مزنوق انا والسيارة وصغار قدام باب الدار يا باشا. حزاري يعرف حدا طريق الدار الجديدة يا عبيد. امرك يا باشا. ومين ما سأل بتقله الباشا وبيت حما راحوا قش لفي على بيروت يقضوا له اسبوع اسبوعين. بامرك بامرك يا باشا. مع السلامة يا ابني. ألو، أعطيني فيروز خان وماتي. مرحبا عمي عدنان. أهلا عمي عبيد، تفضل. هيا اطلع عيد خانم، تعالوا اطلعوا معي بالسيارة يلا. إيش عمي عبيد؟ هلا بحكي لكم على الطريق، فوت عيد اطلع من المعروف. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون طولين عم يا أبو مسعود؟ لا لا دقيقتين بس. يلا يا أبي يلا مسعود. يلا يلا يا أبي يلا. خالصين؟ شو خالصين مسعود؟ خالصين يا أبي. هلا فيك تستلم البيت يا راسي. يلا أخي امشي. الله لا يوفقك يا أبو الهوى على العملة. يا عمي نصور خدامتك معلم. مور انا رايح لعند ابو الهوى، بس يجي شحاده قال له ابو الشكر سبق لهني. صار معلم صار. وينك؟ خلي لسانك مع الزباين، حل سملس طلس. رايتك معلم. بس لروح بتفوت لجوا بتشر لي كم راس توم. عيونك عمي ابو الشكر. يلا دير بالك يا نصور. يلا خاطرك يا كريم. يا شو هاد مصاري؟ شو جاب المصاري لهون؟ بتكون سألت من معلمي ما لو منتبه لها. شلون عصري اليوم؟ أهلين حمودة، مزبوط مثل ما عم يقولوا بالحارة اليوم؟ وشو عم يقولوا دخلك؟ عم يقولوا أنه شبلي طالع من النظارة اليوم. مزبوط، وهي القطايف عم حضر له إياها من هلا.
أصبح سميكة عندكم الليلة لأخ حمودة؟ سميكة وعامرة ولح نطلع بعراضة من باب النظارة. يا رجال نحن ما جبنا أواعي لا أنا ولا للصغار. إيه ما جبنا شي بنو؟ لا تاكلي هم يا أم عثمان، كله بيحضر، بس أنت طولي بالك. وأنت يا عبيد أفندي الله يرضى عليك، ما بدنا حدا يعرف إنه نحن هون بالمزرعة. مين ما سألك قل له رحنا مع الباشا على بيروت ورح نغيب شهرين ثلاثة. لا توصي حريص يا أبو عثمان، الله يسامحك عم توصيني إلي. مطولين رح نوصل أبي؟ رح نوصل عايدة خانم، رح نوصل كل عضة كوساي. طولنا طولنا كتير أبي. في حمير هنيك أبي؟ في كل شيء هنيك عدنان أفندي. وفي سيسان كمان أبي؟ سيصان وأرانب وجاج وبط ووز، شو بدكم موجود؟ تكرموا عمي تكرموا. كمان نسيانين مدارس الأولاد يا رجال. بكرة بيمروا عبيد أفندي على المدارس وبياخد لهم إذن. إيه مو على راسي يا أبو عثمان، تكرم عينك تكرم حبيبي. وزريعات البيت مين رح يسقيهم يا رجال؟ وهو علينا شبنا أم عثمان، شو حتاكلي هم الدنيا والآخرة أنتي؟ توكلي بالله، شو نحن رح نقضي عمرنا كله بالمزرعة؟ لا تاكلي هم شي يا أختي يا أم عثمان، أساساً ضيعة مبعدة عن الشام ونحن بالخدمة إمتى ما بتأمروا وحي الله وقت. الله يديمك فوق راس ولادك يا أخي. بدك ابنك روحي لعنده على بيروت، فهمتي ولا لا؟ أنا بدي روح على بيروت يا بحيري لحالي؟ أنا الحرمة؟ إيه روحي على بيروت، شو فيها؟ ولا بدك ياني بعت معك طابور عسكر السلطان عبد الحميد؟ لا بدي طابور عبد الحميد ولا عسكر عبد المجيد، أنا بدي إياك أنت. ايه انت؟ لك انا مالي رايح، فهميها بقى مالي رايح. ليش لحتى ما تروح؟ ليش الولد مو ابنك؟ لك انت رح تفهمي علي ولا لا؟ حرام عليك يا بحيري، خاف الله. لك انت اللي خافي الله، شوفت الولد بتنكرزني بتكرهني عمري، ما بقدر اشوفه ما بطيقه، فهميها بقى وخلصيني من الديباجي. لك شو عم بتقول يا مجنون؟ ليش لحتى ما تحبه؟ شو عمل لك الولد؟ اسألي حالك انت ليش ما بحب الولد؟